أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدتي أونسي سادتي، عمت مساء وطابت أوقاتكم. بهذه المناسبة السعيدة ونحن متواجدين بالبقاع المقدسة ألا وهي مكة المكرمة، كما أتمنى كل من شاهد هذا الفيديو أن إن شاء الله ينال رضاكم التسجيل. بدءا ببدء سيدتي أونسي سادتي، نبدأ مع ضيف كريم ألا وهو من الشقيقة العزيزة سلطنة عمان. الأخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ لباس. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تفضل. أنا اسمي أحمد بن سيف الرشدي. تفضل. من سلطنة عمان، أتيت إلى زيارة العمرة في حملة حمد السناني. ما شاء الله زرت أول بداية المدينة المنورة، مكان ما شاء الله يريح القلب، وأتيت إلى زيارة المكة وأديت العمرة، وكانت الزيارة مرة جميلة، شعور يحسسك بالإيمان والطاعة، تكون أقرب إلى رحمة من ربك، وهذه نعمة يعني ينعم بها الشخص أن يزور إلى مكة المكرمة إن شاء الله. السيد الكريم، كيف حالكم في البلاد هناك في سلطنة عمان؟ مرة الحمد لله. كلمنا شوية على التقاليد على سلطنة عمان والإخوة هناك. مرة سلطنة عمان طبعا معروفة بأهلها الطيبين وناسها الطيبة، مرة الأجواء فيها جميلة وناس طيبين، وتتشرف بالجميع إن شاء الله أن يزورها إلى سلطنة عمان بالمواقعها التراثية من البحار من الجبال، كل شيء موجود بها فيها سلطنة عمان، ونتمنى الحضور من الجميع إن شاء الله. بهذه المناسبة السعيدة ونحن نلتقى بك، هذه قناة بن عبد القادر عبد القادر الكائنة، مركزها بمدينة عين تادس ولاية مستغانم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أشكرك جزيل الشكر يا أخي الكريم بهذه المناسبة السعيدة. كلمة أخيرة نخلوها لك الآن. كلمة أخيرة، أتمنى أن لنا أشخاص أنهم يزوروا مكة المكرمة ليؤدوا أداة العمرة إن شاء الله، ويعني أتمنى أنهم يعني الأجر يكون في مكة يكون أكثر إن شاء الله، وأتمنى زيارتهم إن شاء الله. بهذه المناسبة السعيدة ونتكلمنا مع أخ من الشقيقة ألا وهي سلطنة عمان، الآن نتحول إلى أخ مؤتمر آخر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذه المناسبة السعيدة الأخ الحاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسم العائلة، أنا اسمي ربوح العيد من ولاية المدية من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجئت لزيارة مكة المكرمة لزيارة عمرة إن شاء الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن جميع المسلمين. سؤال يعني تفضل. جيت يعني فردي او جيتوا بجماعه؟ يعني جينا مع الوكاله، جينا عن طريق وكاله الحافظون للسياحه ببلديه ابن سليمان ولايه المديه. ولايه المديه، نعم. بهذه المناسبه اكن الشكر لولايه المديه، واتمنى لوكاله المحافظون المزيد من الازدهار والرقي. ماذا تتمنى للولاية المدية وقطر الجزائري؟ أتمنى الازدهار للجمهورية الجزائرية وللشعب الجزائري ولجميع المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لكم الأكثر ضيف وأشكر الضيف، وأتمنى له ولبلده الازدهار والرقي إن شاء الله. تبادل كما أتمنى إن شاء الله أن تكون تبادل الخيرات بين الشقيقين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بهذه المناسبة يعني الآن نتحول الكلمة إلى الأخ
يعني انا اعتبره كولدي هذا الاخ الذي لمده وانا الاحظ بهذا الشخص اللي هو امامي الان الذي اكون له كل موده والمحبه بهذه المناسبه السعيده الاخ يعطينا اسمه والاسم اللاعب. السلام عليكم، معكم حمزه العمري من بلديه بني سليمان ولايه مديه، صاحب وكاله الحافظون للسياحه والاسفار. احنا رانا موجودين طبعا في مكه المكرمه من اجل خدمه ضيوف الرحمن. احنا جايين على زياره عمره، جايبين مجموعات المكة المكرمه، وحنا في خدمه المعتمر. بالنسبه للكلام اللي راك قلته دوكا، قلت انت عندك ايام انت تلاحظ فينا، هذه المهمه تاعنا، هذه خدمتنا مع ضيوف الرحمن، سواء كان جاي مع الشركه معنا مع وكاله الحافظون او وكاله ثانيه، احنا في خدمه ضيوف الرحمن. اخي الكريم، انا والله لحقت عليك مرحبات جد طيبه. يعني هذا يعني المعتمر اللي اتوا معك من كبار السن، والحمد لله هم على وجوههم صغار، وكذلك النسوه اللي هما نجمو نقولوا عجاز هما الصغار، نجيب لهم القهوه تعبي لهم يعني الهواتف، والله لا ما شاء الله. هذه حاجه ثانيه حتى هي ضروريه. علاش؟ كاين ناس بزاف ما يعرفوش الامور هذه، احنا لازم تساعد الناس. كاين اللي ما يعرفش حتى باش يطلع في المصعد، باش يتحرك، باش يمشي، باش يجيب قهوه ولا اي حاجه، احنا في خدمتهم، احنا في خدمه ضيوف الرحمن، سواء في العمره او المزارات او هنا داخل الفندق او خارج الفندق، احنا في خدمه ضيوف الرحمن. احنا خدمتنا مع ضيف الرحمن 24 ساعه على 24 ساعه، احنا تحت الخدمه. بارك الله. يا اخي الكريم، ذكرني بالاسم تاعك واسم العائله. حمزه العمري من بني سليمان، صاحب وكاله الحافظون للسياحه والاسفار. في هذه المناسبه السعيده اوجه شكري لكافه بني سليمان. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كما بهذه المناسبه واغتنم الفرصه وجه شكري لاصحاب الرياضه للكره الحديديه. انا عندي اصدقاء كلهم الانديه. الله يبارك ان شاء الله. كانت معكم هذه كلمه اخيره الاخ تفضل. اخويا ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في اقرب فرصه ثانيه. ان شاء الله. وربي ينوركم ان شاء الله.